محمد أيمن، عضو اتحاد طلاب كلية دار العلوم عن الفرقة الثالثة، ونائب مقرر أسر بسمة أمل والمتحدث الإعلامي لها. احنا السنة دي إن شاء الله عقدنا الملتقى التدريبي الثاني لطلاب دار العلوم، وهدفنا في الملتقى ده إن احنا بنربط سوق العمل باللي اتعلمناه في الكلية، أو إن إزاي أقدر أأهل الطالب يتخرج من عندي، أأهله إنه يطلع يشتغل بره، أو إيه المجالات اللي هيلاقيها. والحمد لله السنة اللي فاتت والسنة دي لقينا الأعداد يعني كانت كبيرة وما زالت بتزيد. كان معانا السنة دي في الملتقى الثاني في مجال الصحافة كان الأستاذ عبد الهادي عبد الباس، كان بيتكلم إزاي طالب دار العلوم يطلع صحفي ناجح وإيه الحاجات اللي يحتاجها. كان معانا تاني فقرة كانت فقرة التدريس أو التربية والتعليم، كانت الأستاذ هشام الفقي كان بيكلمنا إزاي إن طالب دار العلوم يبقى مدرس كفء في أي مرحلة دراسية هو فيها، وإيه أهم الحاجات اللي المدرس بيحتاجها عشان ينجح في مهام عمله. تالت حاجة وكانت الأهم في اليوم الأول واللي ختمنا بيها كانت موضوع السيرة الذاتية وفن إجراء مقابلة العمل. جبنا لهم الأستاذ سيد مصلحي خبير التنمية البشرية، قدر إن هو يأهل الطلبة إزاي يكتب السيرة الذاتية وعلمهم إيه أهم الأركان أو أهم العناصر اللي يستندوا إليها في كتابة السيرة الذاتية. طبعا إلى جانب فقرات فنية لطلاب الكلية من إنشاد وقرآن استعرضناها أثناء الملتقى وأثناء الفقرات. اليوم الثاني كان عندنا كان التصحيح اللغوي، كان الدكتور ابراهيم دور عضو مجمع اللغه العربيه واستاذ علم اللغه بالكليه هنا، كان كلمنا ازاي ان طالب دار العلوم مصحح لغه وناجح. كان عندنا فقره مهمه جدا ولقيت اعجاب كبير جدا من الطلبه بعنوان هندسه النجاح، كان بيحضرها الاستاذ فرج عيد مدرب التنميه البشريه ومسؤول مكتب الاتحاد الطلابيه بجامعه القاهره. كان عندنا فقره تعليم اللغه العربيه لغير ناطقيها، يعني ده من اهم المجالات اللي طالب دار العلوم ليه الفرصه انه يشتغل فيها. استضفنا الاستاذ شريف فضل خبير مدرب معلم اللغه العربيه الغير ناطقيه، وكان معاه وفد من الجامعه البريطانيه والجامعه الامريكيه والسفاره التركيه. كان في فقره الاخيره النهارده فقره الاذاعه الاعلاميه الكبيره الاستاذ صحه توفيق من اذاعه القاهره الكبرى والاستاذ محمد عبد العظيم مهندس صوت، كانوا بيعرفوا الطالب ازاي يبقى مذيع ناجح او ازاي طالب دار العلوم يشتغل في مجال الاذاعه، واستعرضوا لبعض مواهب الكليه، وتم التعاقد معاهم فورا بعد انتهاء اليوم ان هياخدوا عدد من طلبه كليه دار العلوم يتدربوا في الاذاعه على تسجيل حلقات، الاول تبقى حلقات مسجله لحد ما يوصلوا لمستوى كويس جدا ان هم يقدروا يسجلوا على البث الحي مباشره.